بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر الحركة الشعبية الوطنية على هذا الندوة أو المؤتمر الشعبي، وأبدأ بقول إن القدس وفلسطين هي قضية إسلامية بدرجة أولى ثم عربية، ونحن نتكلم عن 1.7 مليار نسمة مقابل 5 أو 6 من حثلاء العالم. خلنا نسمع قول ربنا عز وجل في التطبيع. يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين من لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن من؟ اسمع، عدد: الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذا لا مو بس أخرجوا، مو بس قاتلوا، لا يزال إلى اليوم يرتكبون الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، يغتصبون أراضيهم، حتى أن اليمين المتطرف يفتون بجواز قتل حتى الطفل العربي المسلم الفلسطيني، وشفنا هذا قدام عيوننا. ونسمع أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني منهم. أنا أقول تكفينا هذه بس الثلاث آيات عشان نحكم على التطبيع. الصهاينة مو بس قتلونا، أخرجونا من ديارنا، ومثل ما قلت يرتكبون الجرائم البشعة، وحخاماتهم وبالتحديد الحريديين المتطرفين اللي الآن هم يتحكمون في الوضع في الكيان الصهيوني، يفتونهم ويشجعونهم على قتل الأطفال وانتهاك أعراض النساء من قبل جنود الصهاينة. هذا يكفي لأن نجزم بأن التطبيع فيه محاداة لله ورسوله، وهذا يعني يحدد لنا أن هذا محرم. النهي هو في حكم التحريم، وأرض فلسطين أوقفها عمر رضي الله عنه للمسلمين. وزيد بعد: الصهاينة اللي يحتلون، الصهاينة اليوم في الواقع يحتلون أمريكا وقرارها، ويرفضون ويتدخلون ليمنعون طائرات F-35 عن الإمارات، عن السعودية، عن مصر. ها، واعترضوا على ان شلون سمحت حكومة نتنياهو هذا ان تشتري مصر قواسة من ألمانيا. هذا اللي قاعد من يدعي الآن للتطبيع معاهم. مو بس كذي، اليوم هم يطالبون بعشرات تريليونات، يقولون عن اليهود اللي أخرجوا من الخليج
ويرجعون إلى اليهود اللي أخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم نتيجة نقض عهودهم وحاربهم وأجلاهم. إذا هذا المنطق، إحنا نبي مئات تريليونات على من اغتصبتوا من أراضي الإخوان الفلسطينيين ومن قتلتوا منهم، وهذه في الواقع لازم تشترك في الدفع بريطانيا وأمريكا ومن ساندهم ويوفر لهم التفوق في قواتهم. والواقع احنا عندنا خلل في العقيدة. البعض يظن ان لحماية حكمه يلجأ الى التعاون مع الكيان الصهيوني ويخضع لأمريكا، زين؟ فهم العقيدة يوضح أن المقادير بيد الله عز وجل، ما تسقط من ورقة من شجرة إلا بعلمه وقضائه وقدره، فالمقادير بيد الله ليس بيد نتنياهو ولا هذا الأشل الكذاب ترامب. هل كذاب الأشر طلع تصريح أن الكويت أسهل الدول للتطبيع وأنها الدولة القادمة؟ طبعا هو مشهور بالكذب، حتى في الأمريكان يقول مشهور بالكذب، وحق شنو؟ هم يستعملون ممشة زفر، مو لأن أمريكا لها مصلحة في ما قاعد يجري هذا، لا، لأن هل كذاب الأشر يبي يستخدمنا كورقة للنجاح في الانتخابات، يعني يبي يستخدمونا كمشة زفر، يستخدموننا وبعدين لما يخلصون منا يرفضوننا. فاللي يبي العزة والتمكين ليس باتباع أمريكا والكيان الصهيوني. الغريب أن من المفارقات، عشان تعرفون أن أمريكا المفروض أنها تكون مستعمرة، اليوم هي تستعمر من الصهاينة، وأكبر دليل على هذا أنت في أمريكا تسب الرئيس الأمريكي وتسب أمريكا ما حد يقول لك شيء، لكن تكلم عن الكيان الصهيوني هذا مجرم، هذا مشرعينهم ليش يسوون كذي؟ لأن الصهاينة أحكموا قبضتهم على أمريكا، مو بس أمريكا، لهم علاقة وتأثير على حكومة بوتين، على بريطانيا، وين ما تروح تلاقيهم داخلين ويتحكمون في هذه الدول. فاللي يبي يحفظ حكمه يحفظ حكمه في طاعة الله عز وجل ويلجأ إلى الله عز وجل، ليس في مخالفة أمره وليس في طاعة من عادى دينه. ولكن احنا نقول عندنا بشارة من ربنا عز وجل، واسمعوا إذا هذه الآيات: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين وتعلون علوا كثيرا.
فإذا جاءوا لهما بعثنا عليكم عبادا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذه مضت الحين، حصلت في السابق، بس شنو القادم؟ ما هو القادم؟ ثم رددنا لكم الكرة، هذه يقول بني إسرائيل، وأمددناكم بأموال، والأموال قاعد تطفح عليهم من أمريكا، من الأموال يشفطونها من كل محل في العالم، حتى يعلق واحد أمريكي يقول لا احنا مو احنا ندفع حق الكيان الصهيوني، احنا ناخذ فلوسكم واحنا نعطيها إسرائيل. ثم رددناكم كرة علينا عليهم أبناكم أموال بنينا وجعلناكم أكثر نفيرة. يعني شنو أكثر نفيرة؟ يعني في قوة السلاح والعتاد. وهذا يمكن يوضح ليش يعني يتدخلون عشان ملء السلاح النوعي عن مصر وعن المملكة وعن الإمارات. أنا أتذكر أحد وزراء الدفاع، وأعتقد الجمسي أو أبو غزالة، بدأ يصنع صناعات عسكرية في مصر، تدخلوا وأوقفوها. يقول وإن أسأتم أسأتم لأنفسكم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. تدبيرا، وهم الآن في هذه الحالة، يعني علوا علو كبير، 6 مليون أمامهم 1,600,700 مسلم، أضيف العرب عليهم، وقاعد يجمعون الأموال من جميع أنحاء العالم، ويسرقون التكنولوجيا، الصهاينة منتشرين في المؤسسات الأجنبية، أمريكا، في روسيا، في كذا، قاعد يجمعون التكنولوجيا. زين، فقادم إن شاء الله حسب موعود الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى موعد الله عز وجل على لسان رسوله. يقول لك حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم وراني ورائي يهودي فتعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجرهم كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. العملية في الواقع واضحة، يعني لو مضى هذا التطبيع على الدول العربية هذا راح يكون استعمار لئيم. أمريكا بعظمتها وقوتها وبريطانيا في وقتها بعزتها ودول الغرب وروسيا، حتى هذا بوتين خنع لهم، تغلغلوا في هذه الدول وأصبح يتحكمون فيها. أعضاء الكونغرس الأمريكي الواحد منهم يخاف يقول شيء عن الكيان الصهيوني. طيب ذينا لو جاءوا دخلوا علينا وإحنا دول خليجية، يعني أوضاعها تقارنها بالدول أوضاع مخلخلة لا شيء، دخلوا في اقتصادك، دخلوا في تواجدهم، دخلوا في حتى باشر يعني يدعون التجنيس ويستوطنون ويستكثرون ويمنون على 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 دولنا ويتحكمون في ثروتنا ويتحكمون في مصيرنا. احنا شنو نطلع بالنسبه لامريكا وبريطانيا وفرنسا والعالم؟ لا شيء. وبالذات احنا الان نشوف دول الخليج متفرقه، وإذا انفردوا في واحدة ثنتين يعني وفتح الطريق لهم، يعني هذا انتحار
انتحار. فاحنا نقول ان شرعا يحرم التطبيع مع هؤلاء المعتدين، وعقلا ومصلحة انتحار لنا ولدولنا إذا حصل هذا التطبيع. سؤالي يعني هذه أمور ما تحتاج عبقري عشان يفهمها، أمور سهلة الفهم واضحة. لو تحط لك واحد عمره 12 سنة تشرح له شوي يوصل نتيجة هذه. شو العلة؟ وين العلة فينا؟ علة سهلة، علة سهلة. دول العالم الشعوب هي الأساس. مع الأسف في دولنا الرئيس الأوحد أو السلطة المركزية اللي تكون هي، وعدم إصلاح ذات البين بينه وبين شعوبهم، وعدم فهم يعني العقيدة يقودهم هذا، أنهم يرون أنه مصلحتهم في قهر شعوبهم، و يعني الالتجاء إلى هذه الدول المعتدية لظنهم أن ذيلا هم اللي حافظون على حكمهم. فنقول يعني يجب في الواقع عدم يعني السكوت عن، احنا ما نشغل في الدول اللي ثانية أو مسؤولينهم، هذا شأن خارج داخلي لهم. لكن إحنا إن شاء الله بإذن الله، وأرى أن إن شاء الله يعني شعبا وحكومة يرفض التطبيع، ولا أعتقد أن راح يصير أي فرصة عندنا في الكويت في التطبيق. وهذا مسار الكويت من البداية، وهذه إن شاء الله ميزة تميز فيها الكويت. الكويت ما هي كبر بعض الدول الأخرى، لكن هي كبيرة في قرارها، كبيرة في شعبها. ونسأل الله إن شاء الله أن يبصر باقي حكام العرب في هذا الخطر الداهم، اللي مو بس على دولنا، على حكمهم هم، على حكمهم. يعني إذا قدروا يتحكمون في هذا الكذاب الأشهر ترامب، شلون راح يصير تعاملوا مع حكامنا لما يتمكنون عندنا؟ فنسأل الله عز وجل سلامة. وأعيد شكري للأخوة اللي دعونا لهذا، واعتذر عن اختصار أو لطالب.